أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. أعرب جلالته خلال الاتصال عن تهنئته بمناسبة عودة سموه إلى دولة الكويت الشقيقة بعد إجراء الفحوصات الطبية في الخارج والتي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح، داعيا جلالته المولى العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية، مشيدا جلالته بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام التطور والرخاء بقيادة سموه. من جانبه عبر سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لمشاعر جلالته النبيلة التي تعكس عمق العلاقات الطيبة والوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.